أنا الحاجة الوحيدة اللي ما استوعبتهاش، الحاجة الوحيدة ما استوعبتهاش وما نجمش نستوعبها، 8 أولاد وما يطلوش عليها، مرأة معناتها عمرها فوق 100 سنة. جعفر الغايب حجته معاه. نعرف 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 نعرف. من يجي منها أنور يجي منها. السلام عليكم. يا حوالك يا حاج، لبس عليك. بسم الله يا حاج، كنا نصطادوا لهنا. السلام عليكم. شنو يا حوالك؟ لبس عليك. كنا نصطادوا لهنا فهمتني، وبعد علينا المسافه جوعنا. هذا مش حوايج تتاكل. يوم رب ها يوم رب تما يوم رب يا بلاد على الا تم ماكله؟ اي تم. ربي يبارك. حتى قديمه خبز بيسال. اي لا جاري. ها؟ نعم جاري. جاري؟ ايه. هي ميسالش. وربي يبارك لك وسامحينا، حتى ما فطرناش. ربي يبارك لك وانت مرمى سامحني. عايش. سامحوني انت الزقاق. واللي يعمل يلزم لي. لاباس. لاباس يا حاج. ما نهزم منها شيء. نهزم منها نعرفنا ونعطينا من هنا. ونضرب روحي. الحمد لله. الحمد لله. تسكني لهنا؟ اه؟ تسكني لهنا؟ ايه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لبس عليك. عايشك ربي يبارك. هذا ولد خوك. ولد خوك؟ ايه. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو أحوالك؟ هذا واحد منا واحد من ولد خوك. هذا اللي حرق لنا السيناريو تو. هاي الراحة الراحة. ايه. سي جعفر هاك فضحنا. هذا هو اللي نفرجوا فيه. يا حوالي لاباس عليك؟ امور باهية؟ الحمد لله. عائلة لاباس؟ الحمد لله. وينك يا حاج يا بيه؟ يا حاج عرفتيني؟ تو عرفتيني؟ ورد من أنا بالليل. قول الله يبارك لك. هذا عاهد. عايشك. عايشك يا حاج. وليدي. قول يرحم من دم جبالك. عايشك يا حاج. والله. عايشك يا حاج. تو قديش عمرك أنت؟ 93 سنة يا عمر. هاي هذا المقيد. هاي المقيد والاخر الله اعلم. هاي نزيدوهم حتى 7 سنين باهيين. ايش خليت عني؟ ها؟ انا معصوب. صحتك لاباس؟ انا الحمد لله. الحمد لله. هاني مرض مرض. الحمد لله. عويلاتي وايادي. لاباس عليك لاباس. انا وحدها مسكينه عايش. وعليه وحدها بالله؟ وحدها. اي ولادها وين؟ ولادي كل حد من ندر عليهم. مولاد واحد مريض واحد بسبيطار واحد لا لا سمعني سمع قديش عندها من وليد؟ عندها 8 8 بيجا بيجا حد 8 اولاد بيجا حد ما يجي حتى واحد شاي كل مولاد وكل لا لا يا حاج يا حاج عم عم السيد هذا مولاد هذا مولادك هذا مولاد عمتي هاي عندك انا واخويا انت برك جاب الطوره انت مريم نقولك الباك هذا هو مره تاكل مره ما تاكلش النهار كله واحد عايش واحد باه نجم نشوفوا بلاصه نحكيو معاك حاجه هاي نحب نحكي معاك خاطر شوي باهي لا حول ولا قوه الا بالله امي زهره المرأة الريفية الصنديدة مرأة تراكمت عليها السنين ونسيتها الأيام عمرها تعدى لكن فما ما يتلام